والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. يقدم لنا أخبار الاقتصاد مصطفى مزار فضل. شكرا إيمان منصور وشكرا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رسما توضيحيا جديدا يتناول دور صندوق مصر السيادي في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتباره الذراع الاستثمارية الأهم في الدولة. وأوضح المركز أن الصندوق وقع 10 اتفاقيات ملزمة لمشروعات خلال عام 21 بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 44 مشروعا تجرى دراستها باستثمارات متوقعة ب 140 مليار جنيه في 7 قطاعات مختلفة. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية المنفذة في عام 2020-2021 بلغ 336.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه. وأوضحت البيانات أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3%، ثم الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة سكنية. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب مقابل مشتريات للمصريين. سجل فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق مستوى 681.3 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت أكثر من 2 ملياري جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيك 30 عند مستوى 9827 نقطة ليتراجع بنسبة 1.43%، ويغلق عند مستوى 9687 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2250 نقطة ليغلق متراجعا بنسبة 1.47% عند مستوى 2217 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3188 نقطة ليهبط بنسبة 1.50% عند مستوى 3140 نقطة. في أسواق العملات تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19.49 جنيها للشراء و 19.60 جنيها للبيع. بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19.10 جنيه للشراء و 19.22 جنيها للبيع. أما بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 21.75 جنيه للشراء و 21.89 جنيها للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5.30 جنيه للشراء و 5.33 جنيه للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5.18 جنيه للشراء و 5.21 جنيه بالنسبة للبيع. تبين أداء أسواق الأسهم الخليجية قبل اجتماع مرتقب لمجموعة أوبك بلس لبحث أوضاع سوق النفط العالمي. وفي السعودية ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.7% للجلسة الرابعة على التوالي. أما في الكويت فتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.69%. كما هبط مؤشر سوق البحرين بنسبة هامشية بلغت 0.04%. قالت مصادر في منظمة أوبك إن تكتل أوبك بلس سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من 1 مليون برميل يوميا عندما يجتمع في 5 أكتوبر الجاري. وستستضيف فيينا أول اجتماع منذ مارس من عام 2020 بالحضور الشخصي لتكتل أوبك بلس الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من خارج المنظمة ومن بينهم روسيا.
أظهرت بيانات لوزارة التجارة بكوريا الجنوبية أن العجز التجاري وصل إلى 3.77 مليار دولار في سبتمبر الماضي متراجعاً للشهر السادس على التوالي، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى تجاوز الواردات بنسبة الصادرات، إذا ارتفعت الواردات بنسبة 18.6% عن العام الماضي، بينما زادت الصادرات بنسبة 2.8% في المئة. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ومعها نعود من جديد إلى إيمان وأميرة للاستكمال ما تبقى وعناوين الختام. شكرا جزيلا لك مصطفى.